ملتقى الخليج للأبحاث في جامعة كامبريدج من أكبر تجمعات المختصين في شؤون مجلس التعاون الخليجي خارج منطقة الخليج. أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني أوضح في كلمته دور المجلس في حل أزمة اليمن وكيف تعاملت الدول الأعضاء لمواجهة التحديات مع المتغيرات الدولية والإقليمية. بفضل تعاون وتكاتف الشعوب وما تم تحقيقه من أهداف سواء كانت في المجال التعليم والصحة والإسكان إلى الأمور الاقتصادية وما يسعى له الدول من تطور وانفتاح، كل هذه تعطي القوة لدول المجلس قادة وشعوب لمواجهة كافة التحديات. ما يزيد عن 500 شخصية أكاديمية من 73 دولة حضرت هذا الملتقى السنوي. أكثر من 300 ورقة بحث بأقلام مجموعة بارزة من الخبراء والباحثين ستعزز التعاون العلمي والأكاديمي لمعرفة أحوال دول مجلس التعاون الخليجي بشكل موضوعي وملتزم. 19 ورشة عمل وجلسات نقاش تطرقت إلى مختلف القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المنطقة الخليجية، خصوصا في ضوء الثورات التي شهدتها دول عربية عدة. وهو ما تناولته إحدى الأوراق العلمية عن انعكاس الربيع العربي على دول المجلس بظروفه الديموغرافية المختلفة. لا يوجد أحد من أعلم عن الخير، ولا يوجد أحد لديه وصفة تسمى بمضادات أو مقاومات. الوصفة الحقيقية في مواجهة تداعيات الربيع العربي هي التمسك بالداخل، هي الإصلاح الحقيقي في الداخل الذي يمكن أن يتم، هي التكاتف الشعوب فيما بينها وبعض من داخلها، والمضي قدما في كل الخطوات التي يتطلع إليها شعوب الخليج. وستكون لهذه الأبحاث مساهمة فعالة لتغذية المكتبات العربية والدولية بالكثير من العلوم عن منطقة الخليج وإثراء في قاعدة البحث والنقاش التي من شأنها أن تعمق علاقات الدول الخليجية بالعالم. مصطفى زارو، العربية، كامبريدج.